لكم الإخوان عزم المرار كاتب وطن قطاع النقل الطرقي والمسافرين لواء لجان العمومية المغربية ورئيس تعاون نقل البضائع حساب الغير. في بداية الأمر كنبغي نشكروا جريدة آسف الآن اللي من خلالها غنديروا واحد النقطة اللي هي نقطة كنعيشوها اليوم في البلاد ديالنا اللي هي الفيروس كورونا. وكنبغي نوجه النداء ديالي لجميع السائقين المهنيين وبصفة عامة لجميع المغاربة أنهم يلتزموا بالحجر الصحي ويلتزموا بشروط السلامة اللي كتنص عليها جميع الجهات المسؤولة داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، ونحاولوا ما أمكن أننا ما نخرجوش بزاف ونطبقوا جميع الأوامر أو جميع المسائل اللي كتحط عليها السلطة. ونبغي نوجه الشكر ديالي الكبير للطاقم ديال الأطباء وجميع الصاهرين على الأمن والسلامة ديال المواطنين وخصوصا الداخلية. والشكر الكبير 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 بزاف لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وسدد الخطى ديالو، لأنه ضحى بالاقتصاد ديال الدولة باش يحمي الشعب ديالو. هذه نقطة مهمة ومهمة بزاف، وهذه ثاني مرة ما نقولش ثاني مرة ونقولوا في شو المواقف الأسرة العلوية كتبين على الشهامة ديالها والحب ديالها للشعب. كما قال المرحوم الحسن الثاني في واحد الخطاب ديالو أنه كيكون للمغاربة واحد المحبة وطنية، وقال أستغفر الله لأنها محبة وطنية. هذا شكر كبير كنوجهه لجلالة الملك، ومن خلال هذا المنبر كنوجهه رسالة لجميع المغاربة وجميع السائقين المهنيين الحيطة والحضر، ويحتارسوا على الأنفس ديالهم ويحميوا العائلات ديالهم بالتطبيق ديال جميع الوسائل اللي كتحميهم باش ما يتصابوش بهذا الداء، لأن الداء داء اللي هو فتاك، رغم أنه ما كيتشافش بالعين المجردة هو عدو، هو عدو كنشوفوش بالعين المجردة وإنما هو عدو، لأن كيقول لك وجدوا العدو ديالكم ما استطعتم من أي حاجة، من سلاح من العتاد من كل شيء. حنا اليوم اللي موجود عندنا أننا نطبقوا الأوامر أو نطبقوا جميع النصائح اللي كتملي علينا السلطة. وشكرا لكم وشكرا بزاف لجريدة أسفي الآن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.